أما مواجهة فريق اتحاد طنجة والمغرب الفاسي بالملعب الكبير بمدينة البوغاز فآلت لنتيجة التعادل بهدف لكل طرف. الماس افتتح باب التسجيل عن طريق اللاعب ياسين الذهبي ليرد عليه اللاعب توفيق إجروتن بتعديل الكفة من خلال هذا الهدف. نتيجة التعادل هاتها أجلت حسم أمر صاحب المركز الثالث إلى الجولة الأخيرة. كما كان منتظرا الوداد الرياضي زكى شخصية البطل والرجاء اكتفى رسميا بالوصافة، والمغرب الفاسي لا زال في قاعة الانتظار إلى حدود آخر الدورات ليستشرف إمكانية احتلاله موقعا ثالثا مؤهلا لمسابقة كأس الكاف. خسرت يوسفية برشيد بأقل الحصص في ملعب العبد بالجديدة، جعله أول المودعين لصفوة الكرة الوطنية. أثرت الفريق الحريزي كان صاحب بصمتها محسن ربجة في حدود الدقيقة 29. وعلى بساط ملعب سمو الأمير مولاي الحسن في الرباط تجنب سريع واتزم الأسوأ حينما تخلى عن رتبته الأخيرة بعد انتصاره بثنائية الإيفواري جون بابتيس موكي في الدقيقة الثانية وهشام مرشاد من علامة الجزاء قبل انقضاء عدد المباراة بدقيقتين. من جانبه قطع حسنية قدير شك استمراره بين الكبار بيقين تفادي النزول بعد تفوقه بالمركب البلدي في برشيد على الشباب سوالم الرياضي بثلاثة أهداف مقابل 2. السبق كان لزائر السوسي بإمضاء حمزة أفصال في الدقيقة 47 قبل أن يتكفل رضوان الكروي بتوقيع هدفين للمضيف في الدقيقتين 65 و69. مستجد رد عليه المتألق يوسف مهري في مناسبتين أولاهما في الدقيقة 78 وثانيهما في الوقت الممدد من علامة الجزاء قبل ما يزيد عن 90 دقيقة عن كتابة آخر أسطر موسم شاق بامتياز. ضمن حسنية قدير مكانه بين النخبة في انتظار تشخيص الاختلالات والتصحيح فيما هو آت.